السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ صار لكم بتم الصحة والعافية. واليوم مثل ما هو واضح من عنوانه جايب لكم أحلى وأفضل 10 قتالات من ناروتو حسب رأيي أنا، يعني مش ضروري يناسب ترتيبكم، أريد الكل يكتب ترتيب اللي يشوفه أحسن. واللي ما يعرف هذا الفيديو الثاني، يعني في فيديو قبليه مسوي بخصوص أحسن 10 قتالات، يعني إذا ما شفته راح أحط لكم رابط الفيديو بالوصف. القتالات اللي صارت بالفيديو الماضي ما راح أكررها هني، فإذا ما لقيت قتال اللي يعجبك فروح شوف الفيديو الأول يمكن تلاقيه هناك. المهم طولت عليكم، يلا نبدأ. في البداية عندنا روكلي ضد كيمي مارو. اللي عجبني في هذه الضربة أن روكلي أول مرة يشرب الساكي، ونشوف هذه الحركات الغريبة. عشان أكون صريح معاكم، هذه الحركات هي اللي خلت الضربة أحلى، لأن شفنا سلم جديد بالضربة. وبالترتيب التاسع عندنا ساسكي ضد جارا في امتحان الجنن. اللي لفت انتباهي وعجبني بهذا القتال هي سرعة ساسكي وأسلوبها الجديد اللي وقتها كان أول مرة يستخدمها، وقدر بكل سهولة اخترق دفاع جارا الخرافي، زائد سرعة ساسكي اللي خلت ضربه أحلى. وفي الترتيب الثامن عندنا ساسكي وتاتي ضد كابوتو. بسبب إني حطيتهم بهذا الترتيب إن القتال ما كان حماس الدرجة اللي أنا كنت متوقعها، يعني أنا أصدقائي كانوا متابعين المانجا وقالوا لي إن هذه الضربة بتكون أحلى ضربة في ناروتو كله، لكن صراحة انصدمت لما شفت الحلقة. صحيح إن كان في تقنيات قوية مثل سوسانا وليزنامي وتقنية كابوتو، بس ما أدري ليش ما تحمست عليها. وفي الترتيب السابع عندنا كونان ضد أوبيتو. الشيء اللي لفت انتباهي في هذا القتال إن كونان طلعت قوية جدا، لدرجة إنها قدرت إنها تكسر نص قناع أوبيتو، وقدرت أيضا إنها تقطع يده، زائد ذكائها لما دمجت الأوراق مع المتفجرات والطريقة اللي استعملتها ضد أوبيتو. وطبعا لا ننسى أسلوب قتالها الخرافي. وفي الترتيب السادس عندنا هيروزين ضد أورتشمارا. طبعا في هذه الضربة كانت أول مرة نشوف فيها أسلوب إعادة اللحية حق أورتشمارا، وكانت صدمة كبيرة لهيروزين لأن أورتشمارا استدعى الهوكاج الأول والثاني، فكان قرار صعب جدا لهيروزين أن يقاتلهم ويقاتل تلميذه، وكانت أول مرة بعد أن نشوف أسلوب الخشب الخاص بها سيراما. في الترتيب الخامس عندنا ساسكي ضد دايدارا. طبعا الكل يعرف انها قتالات ساسكي رهيبة، خصوصا هذا القتال، لان شفنا انه بهدل دايدارا واستعمل ختم اللعنة. والشيء المظلم انه في هذا القتال جناح ساسكي انقطع بسبب متفجرات دايدارا. طبعا لا ننسى هاوس دايدارا بالفن والمتفجرات، لدرجة انه صنع متفجر يشبهها. ولا ننسى طبعا ذكاء ساسكي لما انقذ نفسه من انفجار دايدارا العظيم باستعمال اسلوب الاستدعاء. في الترتيب الرابع عندنا فريق الثامن والسابع ضد هيدن وكاكوزو. أكثر شيء عجبني بهذا القتال هي قتال كاكاشي مع كاكوزو، صراحة كان شيء رهيب، زاد ذكاء شيكامارا لما ضار مع هيدن. وطبعا لا ننسى الراس الشركة اللي فاجأنا فيها ناروتو واستعملها ضد كاكوزو، هذه كانت أول مرة يستعملها بس ما كان يعرف يرميها وقتها. بس المحزن بالحلقة هي موت أسما، هي اللي خلت الحلقة محزنة. وفي الترتيب الثالث عندنا مادارا ضد قوات الشينوبي. يعني انا ما اعرف شو اقول بخصوص مادارا، خصوصا لما نزل نيزك عليهم، يعني لا تعليق. وفي الترتيب الثاني عندنا جاي ضد مادارا. طبعا اذا تتابع ناروتو اول باول راح تشوف ان جاي جلد مادارا جلد، لدرجة ان مادارا قال انه هو اول شخص خلاه يتحمس بعدها سيراما، يعني اعترف في قوته، وهذا دليل على قوة جاي. واكثر شيء حمسني لما استعمل تقنيته الاخيرة، كان شيء خرافي صراحة. وفي الترتيب الاول عندنا مادارا ضد الكاغي. يعني كفاية انها قدر يهزم الكاغي الخمسة الواحدة بدون مساعدة اي حد، لا الرايكاغي ولا التنادي قدروا يهزمه. من كثر ما هو قوي قدر يصنع اكثر من 10 نسخ من السوسانة، يعني شوف القوة وين وصلت. وطبعا في نهاية الفيديو حاب أشكر كل من يشارك في قناتي الثانية، وياريت تشارك في قناة أصدقائي اللي بحطها في الوصف الحين، وخبرني شو أنزل بعد، اللي عنده أفكار جديدة يخبرني إن شاء الله شو أنزل. السلام عليكم. بعد سنة وصل عمره 15 سنة لما هجم على كونها يستدعى الكيوبي. وبعد فترة طويلة وصل عمره 22 سنة لما كان يساعد إيتاتي في قتل عشيرته وبالتحديد